زي ما كنت بقول لحضراتكم الفقرة الأخيرة هنختمها بالحديث عن كرة القدم وكل ما يهم أكيد جماهير النادي الأهلي بملفات مختلفة عن النادي، ويعني نهاية موسم وبداية موسم وظروف هنخش نفس الظروف ولا لأ، يعني كل ما يحمله أو تحمله الأجواء من استفسارات أكيد هنحاول إن احنا نجاوبها مع حضراتكم. منورنا كابتن إيهاب جلال، وتيجي تتكلم بقى عن حراسة المرمى تقول كابتن إيهاب جلال. صباح الفل. صباح الفل يا كابتن سعداء، ومنورنا كالعاده بوجود حضرتك. واكيد عندنا حاجات كتير فعلا نتكلم مع حضرتك فيها. تعالى تعالى نتكلم او نبتدي كلامنا باللي كان حاصل في الفتره الاخيره، وبموجبه حضرتك اكيد عندك قناعه معينه او رؤيه معينه ان الموسم الجديد ما ينفعش يبتدي غير ونقاط بعينها نقاط معينه يحصل فيها تغيير جذري. ايه النقاط دي؟ بص يا كريم، اولا لازم بعد نهايه الموسم لازم اللعبه تاخد راحه، ده مهم جدا جدا في الرياضه وفي كره القدم بالذات. مش معقول النادي الاهلي بقاله دلوقتي حوالي 3 4 سنين متلاحم المواسم كلها ورا بعض، ده صعب جدا وده بيهلك في اللعيب. طبعا ده مش كويس للنادي الاهلي ومش كويس لمنتخب مصر، ادي اول أكيد حاجه. أكيد. فلازم اول حاجه، اول نقطه، ان لازم اللعيبه تاخد راحه كويسه جدا. والحمد لله يعني القرار اللي خده مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب ان يعتمد على الشباب والناشئين يلعبوا بقيه الدوري اللي فاضل يعني، ويريح اللعيبه الكبار شويه، ده شيء رائع جدا وشيء جميل، واحنا يعني خطوة مؤجلة كانت يعني ممكن نعملها قبل كده عشان نبقى جاهزين كسكواد كامل، بس كويس انها تمت يعني. تمت والحمد لله، وبرضو النادي الاهلي يعرف اللعيبة الناشئين دي والشباب وقفوا واقفين لغايه فين، يقدروا يكملوا ما يكملوش، ده شيء رائع وشيء جميل يعني، فيها كل فوائد كتير جدا. طبعا. المكان اللي الوقت اللي احنا خدناه دوت فيه فوائد كتير جدا للنادي الاهلي وللاعيبه الكبار اللي ريحت وكل ده. بس انا ممكن اسال رائع. سؤال يعني كابتن ايهاب، هل انا لجأت للناشئين او ده في العموم مش النادي الاهلي، هل انا كمدير فني بلجأ للناشئين لما بيكون عندي دكه الاحتياطي مش اناف او مش كافيه، وهل احنا فعلا كنا كده؟ لا، هي الموضوع مش كده، النادي الاهلي عنده ذخيره جدا من لعيبه كويسه جدا، دكه كويسه جدا، لانه طبعا النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير وفي روتيشن، وفي دايما روتيشن بيتم كتير جدا. طبعا اللي حاصل ان لما الدوري ابتدى يعني النادي الاهلي بعيد عنه شويه ابتدى يعتمد على الناشئين، وده شيء رائع وشيء جميل، وانا شايف ده شيء صحي جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للشباب اللي موجوده. الشيء الثاني ان انا لازم اشوف اللعيبه دي وصلت لغايه فين، برضو انا عندي قطاع ناشئين ضخم، عندي قطاع ناشئين قوي جدا، فلازم اشوف اللعيبه دي ماشيه لغايه فين، واقفه فين. هو قطاع بروميسنج يعني، هو خرج لي قبل كده كتير جدا نجوم كتير أطلع. جدا، وهم اللي دلوقتي على الساحه الكرويه في مصر كلها، زي حسام غالي مثلا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، طالع من الناشئين الشناوي، تريزيجيه لما كان موجود. شايف الناشئين الجدد بنفس ثقل الاسماء اللي حضرتك ذكرتها دي؟ بص حضرتك، هم طبعا محتاجين وقت بطبيعه الحال. لا انا بتكلم ك ك يعني ك كلعيبه واعده، لعيبه واعده يوصلوا للاسماء، لعيبه واعده، بس طبعا الظروف هي اللي بتخدم الوقت او اللعيبه دي بالذات. يعني مثلا هم لعبوا كلهم مع بعض، زمان احنا لما كنا بنطلع مع الدرجه الاولى كان بنطلع مع الكبار، يعني انا اخد فرصه مع الكبير، فلازم اشوف اللعيبه دي كلها اللي هيصلح منهم، او اللعيبه اللي النادي الاهلي شايف ان هو ده ان متوسم فيه خير، لازم يلعب مع اللعيبه الكبار، ده الفيصل اللي هيخليه يكمل او ما يكملش. اكتر لعيبه حضرتك شخصيا توسبت في يعني انا زياد طارق لعيب كويس جدا، محمد شريف كويس جدا، شوبير مصطفى شوبير ماشي كويس جدا، يعني انا شايف في لعيبه كتير جدا كويسه قوي خدت فرصه، ولو هتاخد فرصه اكتر هتبقى كويسه بالزبط. بس تتاخد مع اللعيبه الكبار، يعني يخش واحده واحده كده مع اللعيبه الكبار هياخدوا فرصه هيبقوا كويسين جدا، لان ده العامل الرئيسي ان هو مثلا كلهم ناشئين مع بعض، برضو ما تبينش اذا كنت انت تفرق او ما تفرقش، انما لازم يكون في دمج كمان بينه وبين اللعيبه، لازم يكون في دمج مع اللعيبه الكبار، وده هيبان بقى اذا كان اللعيب ده يكمل ولا ما يكملش. طب ما تيجي نتكلم بقى عن اصلا يعني طرق اللعب
او طريقه اللعب للاهلي شفناها متكرره شويه في الفترات اللي فاتت او الماتشات الاخيره، وهي فكره اللعب الدفاعي الى حد ما اللي احنا مش معتادين عليه، لان الاهلي دايما هجومي او يعني اكثريه الاوقات. فشفنا لعب مختلف، البعض بيقول لك من هذا المنطلق ان سواريش يعني مش فاهم طريقه النادي الاهلي، وبعد الاخر بيقول لك هو ده كان ظروف المباريات. راي كابتن ايهاب جلال ايه؟ بص حضرتك، سواريش ممكن يكون جاي من بره، مش مع فرقه قويه، يعني مش فرقه مثلا زي بورتو، زي سبورتنج لشبونه، الحاجات اللي هم اللعيبه الفرقه اللي بتلعب هجومي دايما. أيوة. فهو ممكن يكون جاي من فرقه اقل شويه كده. بالظبط، لازم يدافع، لازم، فهو لازم برضو يحس، او الناس اللي المدربين اللي تيجي النادي الاهلي لازم تعرف ان ده النادي الاهلي. النادي الاهلي زيه زي بايرن ميونخ، زي ريال مدريد، ليه اسم كبير في الشرق الاوسط وافريقيا. احنا هنستناهم لما يعرفوا بعد ما يجي. ما هو لازم يعرفوا هم قبل ما يجوا، يقول لك ده النادي الاهلي بيلعب في بطولات كبيره، والنادي الاهلي ايوه، ما هو بطل. بيبقى عارف وهو جاي بعد ما بيتم اختياره او بيتم ترشيح اسمه، المفروض المدير الفني بيبقى عارف، المفروض بيبقى فاهم. بس هو لازم يغير من طريقته هو اللي معتاد عليها. أوكي. يعني هو المعتاد على لعب معين بره او في فرق اقل من الفرق اللي هي الدرجه الاولى. أيوة. اللي هي المصنفه الأولانية، إنما لازم يبقى فاهم إن النادي الأهلي برضو نادي كبير، لازم يلعب هجوم على طول، لأن الأهلي خطوطه كلها متكاملة، يعني الدفاع يعني مش هيبقى وحش والهجوم كويس، يعني الكلام ده مش موجود، يعني ده فرقة كبيرة، فرقة كبيرة كل الخطوط متكاملة، فلازم يبقى فاهم ما يلعبش دفاع، ولازم برضو الناس يوصلوا له الكلام ده، الناس المساعدين بتاعه المصريين لازم يوصلوا ان النادي احنا لازم نلعب هجوم، لازم، وبرضو الاداره لازم توصل له الكلام ده كله. مع اننا شفنا العكس كابتن ايهاب على الارض، يعني لما نيجي نتكلم عن طلائع الجيش والنهارده السيراميكا، تحس الفرق الثانيه بتلعب معاك عايزه ايه، ما عندهاش حاجه تخسرها، عايزه تجيب جول في اول دقايق، وده حصل. برافو عليك. العكس يعني ده مشهد عكسي. ليه بقى؟ ليه يا هوند؟ عشان الفرقه دي دلوقتي كله ضمن ان هو قاعد، ما مش محتاج مركز، مش محتاج هيلعب على مركز عشان بتاع، فبيلعب مرتاح جدا، فبيبتدي يلعب ان هو يلعب، بيلعب مع النادي الاهلي عشان يبقى مشهور او يتشهر، وعارف ان الاهلي عنده ظروف خاصه، والاهلي عنده ظروف بيلعب بالناشئين او بالشباب. فطبعا اللي شفناه في طلائع الجيش هو ده اللي انت حضرتك بتقوليه بالظبط، يعني ان النادي الاهلي طلائع الجيش مش محتاج حاجه، طلائع الجيش قاعد في الدوري الممتاز، فرقه كويسه طبعا ما فيش كلام، مدرب كويس كابتن طارق العشري، قدر يخلي اللعيبه تلعب، يعني شال من عليها الضغوط زي ما الناس بتقول. صح. ما بيلعبش قدام النادي الاهلي ضغط وبتاع ولازم اتعادل او ما اتغلبش او كده، هو شال من عليهم الضغط او شال من عليهم الضغوط ان هو يلعب كويس، فعشان كده حصل في المباراه كده ان هو لعب عادي جدا، وابتدى يهاجم وابتدى يشتغل كويس. فهي دي، وظروف النادي الاهلي برضو اللي هي الناشئين والكلام ده كله، فهي كل الفرق دلوقتي، وهتلاقي سيراميكا نفس الكلام النهارده. نفس الكلام النهارده متوقع. متوقع طبعا جدا، لان الناس كلها بتلعب دلوقتي مرتاحه جدا، مش ما فيش ضغوط عليها، وده مهم جدا انك تشيل الضغط من على فرقه او من على كاهل اللعيبه، طبعا بيشيل حمل كبير، كانك شايل جبل وشلته من عليه، فبتدي بقى الناس تلعب كويس، وتبتدي الناس تبقى مرتاحه مقاتله يعني، وبتلعب مع النادي الاهلي في شهره ليهم، حاجات كتير جدا. بس خلينا نقف عند التفصيله دي ونستاذن حضرتك، نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشتنا. اتفضل. اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن ايهاب جلال اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي بنتكلم معاه عن كتير من التفاصيل والامور اللي اكيد متعلقه بالنادي الاهلي، واللي من ضمنها ودي النقطه اللي عايز اسال حضرتك عليها كابتن ايهاب بعد اذنك، بطبيعه الحال سواريش لا خد وقته يعني كمده كافيه، ولا جه على وضع سوي قوي، فبالتالي فكره الحكم عليه هيبقى يعني حكم جائر الى حد كبير، ولكن على الاقل الشويه اللي فاتوا يدونا انطباع ولو مبدئي عن كينونته كمدير فني جديد جلبه النادي الاهلي عشان يصلح الامور. بص يا كريم، هو المشكله كلها في سواريش ان هو اما جه كسب اول مباراه، اوكي، تاني مباراه تقريبا تعادل، كابتن ماجد زدارة خد قرار ان الشباب هو اللي يلعب الدوري، فطبعا ما تقدرش تحكم عليه ان هو يعني مدرب كبير ولا مدرب عادي او بس هو احنا طبعا ورا النادي الاهلي باي قرار بياخده طبعا، بس مش بيبقى فيه شويه ارهاصات كده، شويه امارات بتبين لك طبعا يعني ان لا ده لما الدنيا تظبط الراجل ده هياخدنا ويطير بينا. والله بص يا كريم، يعني برضه لازم يبقى فيه
يلعب مع اللعيبه الكبار يعني لعيبه النادي الاهلي الاساسيين عشان تقدر تحكم عليه برده خطته، لان برده مهما يكون اللعيبه اللي هي الشباب الصغير ده لسه بادئين فتره اعداد او ما خدوش ماتشات كتير، فطبعا الحكم على الشباب وعلى المدرب في الوقت الحالي انا شايف ان هي ممكن تكون ظالم يعني ظالمه شويه، انما عشان احكم على المدرب طبعا اكيد هو اكيد مدرب كويس يعني انا بحكم من خلال التشكيل بتاعه، الاختيارات بتاعته، التغييرات بتاعته، يعني ده اللي ممكن نحكم عليه سو فار زي ما بيتقال كويس. انا بس هو المشكله عنده ما عندوش يعني المقادير يعني اللي معاه ما تطلعش هم دول الموجودين يعني هم دول اللي اقدر اشتغل خلال المتاح يعني المتاح، بس هو ده المتاح بالنسبه له اللي موجود. ما فيش تغييرات كتير، ما فيش حد يعمل يعني برضو اللعيبه اولاد صغيرين اولاد كويسين كل حاجه، بس برضو لسه ما فيش حد فيهم يقدر يعمل الفرق انه تقول عليه مثلا ده التغييره بتاعته كويسه او عمل مثلا اضافه طلع واحد ونزل واحد اضافه احسن كتير، ما تقدرش تعمل لان الاولاد برده كلهم لسه بياخدوا خطواتهم الاولى بياخدوا بالظبط كده، ما فيش حد يقدر يعمل فرق بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي. عشان كده بقول لحضرتك هو لازم يكون مع الفرقه الاساسيه، الفرقه النادي الاهلي الاساسيه الكبيره عشان تقدر تحكم عليه اذا كان هو يقدر يكمل او ما يكملش او مدرب كبير او مدرب عادي يعني. طب بالنسبه الكيمستري ما بين المدير الفني والفريق ده برضو بيبقى ليه عامل اساسي في يعني طبعًا. الاداء شفنا مع مانويل خوسي على سبيل، انا دايما بحب ادي مثال بمانويل لان هو مثال لقصه ناجحه. هو جه كان الاول ناس تقول لك هو مين ده اللي جاي وانتقد بشكل كبير، وبعدين اثبت ان هو واحد من افضل المدربين اللي عدوا على تاريخ النادي الاهلي. علاقته باللعيبه كانت اون اند اوف وكان شديد جدا، حتى وهم كسبانين كان بيعنفهم يعني دي طبيعه خاصه، بس في نفس الوقت كانوا بيحبوه. فهل انا لما اجي اتكلم هنا عن سواريز مش هقارن طبعا بمانويل، بس في حاجه هتقع ولا ايه؟ انت بصيت فوق، بس انا دايما عندي تخوف دايما ان في واحده هتقع ولا لا خالص، دايما اقول لكريم انا حاسه في حاجه هتقع دايما. المهم سواريز اللغه بتاعته برضو ربما البعض بيقول لك انها لها تاثير، ممكن يبقى مش افضل شيء في الكوميونيكيشن او التواصل، لسه اللعيبه مش فاهماه او لسه الكيمستري ما ركبتش قوي. هل الكلام ده بتشوفه من وجهه نظر حضرتك برضو كلاعب ولك خبره في ده او نظره؟ انا شفت الكلام ده، بس هي المشكله كلها برضو الوقت ضيق جدا يعني الراجل بقاله تقريبا شهر او كده او شهر وشويه. انا كمدرب او فني ما اقدرش احكم عليه في خلال الشهر ده من الشق ده يعني من الشق ده طبعا، لانه برضه ما عندوش، انا برضه لسه هرجع برضه للكلمه اللي انا قلتها قبل كده ان هو ما عندوش الفرقه الاساسيه ان انا اقدر احكم عليه هو كويس ولا مش كويس. هو دلوقتي بياخد الولاد الشباب دولت عشان يديهم فرصه عشان يقدر يحكم عليهم، علشان كمدرب يحكم على اللعيبه، انما انا مش هقدر احكم على المدرب اذا كان هو كويس ولا مش كويس بخلال اللعيبه الموجوده دي، انما عشان احكم عليه في اول ماتشين او كده برضو الموضوع صعب، الموضوع ضيق جدا يعني ما ينفعش. طب احنا اتكلمنا عن الشباب الصغيرين ومتفقين ضمنيا ان هم اكيد يعني لسه بياخدوا خطواتهم الاولى، بيتحسسوا طريقهم مع الفريق الاول، واكيد الموضوع ده ليه رهبته بطبيعه الحال يعني هم لا غبار عليهم. طب بالنسبه بقى للعيبه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها واللي تم ذكرهم في اكتر من مره ضمن سياق الكلام، هل في راي حضرتك شايف ان في يعني حتى لو ما قلناش اسماء بس على الاقل هل ده موجود ولا لا؟ هل في لعيبه لا تستحق ارتداء تيشيرت النادي الاهلي؟ بص يعني او مستواها اتهز قوي في الفتره الاخيره. ده سؤال شديد ده. هو في ده سؤال من نار. حقيقه كلامك مظبوط جدا وكلامك مظبوط جدا يا كريم، بس هي طبعا في لعيبه ما تقدرش تستحمل ضغط النادي الاهلي او ما قدرتش ان هي يعني عايز اقول ان هي ما تقدرش تكمل في النادي الاهلي. انا مش عايز اقول كلمه صعبه ان ما تقدرش تلبس تيشيرت النادي الاهلي، طبعا كلمه كبيره جدا. في ناس طبعا خدت فرصه وفي ناس ما تقدرش تكمل يعني. انا برضو مش انا اللي اقدر اقول مين يعني هو المدير الفني طبعا. على فكره وانا كان سؤالي لحضرتك كمتابع وكمشاهد كمتابع لا كمتخصص ولا كمدرب حراس مرمى ولا كلاعب سابق، كواحد قاعد بتتفرج واهلاوي صميم وفي حاجات امور معينه بترضيك وامور تسوقك. والله في فعلا كمشاهد مش هقدر اقول كفني يعني كمشاهد ان في ناس يعني
للاسف ما تبقاش موجوده في النادي الاهلي. بس مش عايز برضه لا أقول انا أسامي. شايفه ان مش صح ان احنا نقول اسماء دلوقتي. لا ما نقولش اسماء ما فيش اسماء ما فيش اسماء على المبدا إنما, انما طبعا في كل انديه مصر كلها وبالنادي الاهلي كمان بالذات ان في لعيبه ما تقدرش تكمل يعني انا شايف كده في حوالي 4-5 لعيبه معلش مع احترامي ليهم برضه بغير اسامي ما لازم بعيد خالص عن النادي الاهلي ومش هم دولت اللي هم يعني يمثلوا النادي الاهلي. ما بتكلمش على اولاد النادي الاهلي دول جايين من بره يعني ما خدوش خلاص احنا عرفنا مين عايز تقول ايه اكتر من كده يا كابتن ايهاب ما تعرف نقول اول حرفين لا لا خلاص بلاش لا في طبعا في اكيد ناس ممكن ما يكملوش في النادي الاهلي هو عامه فكره برضو الاعارات اللي عندنا اللي ان هي ترجع فكره اعتماد على الناشئين غيره مش لازم حتى نعمل صفقات يعني من ملايين او غيره انت عندك برضو ناس في اعارات ممكن يرجعوا يعملوا لك برضو سكواد حلو قوي لان هم دولت الناس الاعارات دولت يعني انا شايف ان هم خدوا فرصه لعبوا بره كويس جدا وتحسن منهم كتير اتحسنوا كتير جدا ممكن يرجعوا النادي الاهلي يمثلوا النادي الاهلي يعني انا شايف بصراحه يعني الولد زياد طارق ده كويس جدا انا يعني انا فوجئت طبعا انا عارف طبعا اللي مبسوط له قوي جدا وماشي كويس جدا مصطفى شوبير يعني وفي احمد ياسر ريان واحمد ياسر ريان طبعا لما يرجع يبقى طبعا هو موجود دلوقتي لعيب كويس جدا ولو خد فرصه هيبقى من احسن فرود موجوده في مصر لانه لعيب كويس وانا مرنته في قطاع الشباب في النادي الاهلي انا مبسوط جدا لمصطفى شوبير لانه خد فرصه لما ياخد فرصه وهيبقى كويس جدا ولد ما شاء الله بيكتسب كل يوم خبرات وكده وده حاجه كويسه يعني تبقى مشكله كبيره لما يكون لعيب ابن لعيب كبير ونجم يعني بتحس ان الاسم بالكامل ده عبء عليه اكتر ما هو من بالظبط كده بس مصطفى شوبير شريف اكرامي يعني برافو عليك في ناس يا عيني بتضطر تخوض بيقارنوهم بابائهم يعني بس انا شايف ان شوبير يعني مصطفى شوبير ما شاء الله يعني انا يعني الفرصه اللي خدها انا يعني مبسوط جدا ان هو خدها والولد بيثبت كل يوم ان هو كويس بصراحه بخلاف بقى عن والده ده مناجع بيه والده كان جول كبير طبعا وجول عظيم في النادي الاهلي وانا يعني كان ليا الشرف ان زملته فتره طويله طبعا. جدا في النادي الاهلي انما الولد ماشي كويس جدا بعيد عن والده خالص يعني بلاش نحط مصطفى مع والده دي حاجه ودي حاجه زي مثلا كان شريف اكرامي وكابتن اكرامي طبعا كل الكلام ده لازم نبعده عن الموضوع ده ان الولد ماشي كويس وده نبص للولد بقى نرجع بوالده دلوقتي فان شاء الله في لعيبه كتير جدا ان شاء الله تبقى كويسه وان شاء الله ياخدوا فرص ويمثلوا النادي الاهلي ويبقوا على قد المسؤوليه يعني. يا كابتن نمرض ولا نموت قلناها 100 مره بقى يعني وده مش كلامنا ده التاريخ يعني وده مفيش مشكله انك وما عندناش اي ازمه ما عندناش اي مش هنقارن نفسنا بانديه عالميه او غيره بس اي حاجه يعني ولا في مصر النادي الاهلي هو النادي الاهلي يا كابتن ايهاب بجد والله اشكرك جزيل الشكر ونشوفك على خير باذن الله والشكر موصول ليكم مشاهدينا على متابعتكم لينا ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله الى اللقاء